يعني سعداء جدا واحنا النهارده معانا يعني امهات عظيمات الحقيقه بجد والله حاجه جميله وحاجه مشرفه وحاجه تدي امل ان البركه في امهاتنا هم دولت السواعد القويه والعضد الشديد اللي بيقف جنبنا في المحن وفي الحزن بالدعاء كمان. الحال دائما يا دكتور عمرو ابلغ من المقال. معايا؟ يعني مهما انا اقعد اتكلم وادي خطب عن الام وازاي الام بالتضحيه والام يعني الفداء والام يعني القوه، ده كلام احنا النهارده نقدم نماذج مشرفه طبعا.